السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على ازاي اكثر من شخص يشتغل على نفس الملف في نفس الوقت. تمام، احنا اتكلمنا عنه قبل كده في فيديو مستقل، بس عايز ازود معلومة او اتنين. فدلوقتي في 2018 بتلاقي دي مش متفعلة معاك، ما تقدرش ان انت تعمل ورك سيت من هنا، لازم تروح لكولبريت وتبدأ تقول له انا عايز اعمل كولبريت. تمام، كولبريت دي بيخليك لما تيجي تعمل سيف للملف دوت لازم يسيف كسنترال. سنترال يبقى ده ملف مركزي، وكل ما تفتحه بيعمل لك ملف لوكال على الجهاز عندك، بحيث ان انت لما تيجي تعمل سيف مش تعمل سيف، بتعمل سنكرونايزيشن، بياخد الشغل بتاعك يحطه على الملف السنترال، وبياخد اي شغل موجود على السنترال يحطه في اللوكال، يعني بيعمل تبادل بحيث ان اخر معلومات تبقى موجودة عند الاتنين. فلما بقول له كولبريت بيديني بيقول لي لازم تسيف الملف دوت. طيب خلينا سيفه، هقول الفايل سيف از او بروجكت، خلي بالك ان هو قال لي فايل سيف از تمبليت. لما بتعمل بقى موضوع الورك شيرنج ده بيلغي موضوع التمبليت، هو ما بيسيفش على الملفات ديت اللي جايه معاه، فسيفه دلوقتي على الديسكتوب. تعال نبص في الاوبشن. تمام، مش مديني ان انا اعمل ده ملف سنترال لان لسه ما انشاتش الورك سيت. اول ما بيبقى ورك سيت ملف سنترال ده بيتفعل معايا، وهنا ده الماكسيمم الباك اب. انت اكتر باك اب عايزه قد ايه؟ ممكن تخلي فيه 20 باك اب او تلغي الباك اب خالص، انا بفضل 3، ده عدد كويس. طيب سيف، هو دلوقتي بيعمل الملف، سيفه ملف عادي خالص مش ملف سنترال. اول ما اعمل الورك سيت واجي سيف يقول لي خلي بالك انت كده لازم تسيف سنترال. ما دام ورك سيت، ورك سيت يعني بتنظم الشغل بتاعك زي محفظه بتحط فيها العناصر بحيث محدش يقدر يعدل فيها. تمام، هقول له كولبريت، بيقول لي انت عايز على انت تشتغل على الشبكه بتاعتك ولا كلاود. كلاود دي يبقى انترنت، ويبقى كل الناس تقدر، او يعني لو انت ليك كذا فرع في كذا دوله تقدروا كلكم تشتغلوا في نفس الوقت. فلو انت استخدمت كلاود يبقى انت كده هتشتغل على الانترنت. طب لو انا استخدمت نتورك يبقى ده اللي هو اللان او الوان، اللي هو وايد اريا نتورك او لوكال اريا نتورك، بتسيف شغل بتاعك على الشبكة بتاعتك الشخصية، هنا بتسيف على الانترنت. طيب انا هقول له اوكي، فهو بيعمل انيبل للورك شيرنج. تمام، للمشاركة في الشغل عادي في الاوتوكاد. ولو انت شغال ريفت مش ورك شيرنج، لما بتيجي تفتح ملف واحد تاني فاتحه بيقولك ريد اونلي، ما ينفعش اتنين يفتحوا الملف في نفس الوقت. هنا لا، تقدر كذا واحد يفتح الملف في نفس الوقت وتقدروا تشتغل مع بعض. وطبعا حسب طرق الشبكة، ممكن تكون شبكة بطيئة فتلاقي الموضوع بقى بيهنج وبياخد وقت كتير. طبعا الاجهزه الشخصيه زي الجهاز اللي انا شغال عليه دلوقتي ده بي سي بيرسونال كمبيوتر اللي عمل وورد والاكسل. انما لو انت عايز تشغل شغل حقيقي قوي لازم محطات عمل. هو بدأ يشتغل، لازم اجهزه ورك ستيشن. تمام، ده بتوفر وقت كتير قوي، يعني كان زمان العملية دي خلصت. تمام، بدأ يظهر لي الورك سيت. تمام، هو عمل ايه؟ عمل لي 2 ورك سيت، شيرد ليفل اند جريد، ده حط فيهم كل الليفلات وكل الجريد في الورك سيت ديت. يعني لو عملت سيلكت هنا وجيت تبص الخصائص بتاعته للجريد دوت تلاقي ان هو محطوط على الورك سيت اسمها ايه، شيرد ليفل اند جريد. انما اي عنصر تاني، اي عنصر سواء بقى ميكانيكا كهرباء، اتحط في ورك سيت مختلفه. اه، هتلاقي ورك سيت 1. طيب لو انا عايز اعمل ورك سيت جديده هدخل هنا ورك سيت،
وابدا اقول له نيو، وابدا اعمل ورك سيت مثلا خاصه بشغل الارك، خاصه بالاكسرفات، خاصه ب مثلا اكسرف، تحط عليه الاكسرفات. تمام، لو انت مش عايز تظهر الشغل اللي موجود على هنا، يعني لو انت مش عايز ده يظهر، هتقول له ايه كلوز. هو انا بيقول لي عايز الاكسرف هو يبقى الاكتف بتاعك، ماشي. كل شغل اختفى ما عدا الشغل اللي موجود على الجريد والليفلز. تمام، فانت ممكن وانت شغال تلاقي الحاجات كلها اختفت بسبب ان انت خفيت الورك سيت. انا ما بحبش اعتمد على الموضوع دوت، بعتمد على الفي في. تمام، دي خاصه بالورك سيت. لو قلت له جراي، يبقى اي حاجه مش في اي ورك سيت انت مش شغال عليها بيبقى لونها رمادي. تمام، اوكي. انت شغال دوت على الاكسريف، تمام، لذلك بقيت الشغل هيبقى رمادي. لو ممكن تعمل سيلكت على اي عنصر وتعدل الورك سيت بتاعته ما دام انت المالك الورك سيت الاصلي. طيب، ممكن دلوقتي اقول له سيف، فهيجيب لي رسالة بيقول لي دي أول مرة تسيف بعد ما عملت الورك شيرنج، فهتحول لك الملف دوت لملف سنترال. طيب، خلينا نقفل الملف دوت ونيجي نفتحه من هنا. ما تروحش للفولدر وتدوس عليه مرتين، غلط، لانه كده هيفتحه لك كسنترال. لا، احنا عايزين نفتح ملف لوكال وهو يتواصل مع السنترال. تمام، طيب، انا واحد من دول اعتقد هو دوت. تمام، حسب التاريخ بلا عند اوديت بيبدأ يظبط البيانات اللي موجوده في الملف، بمعنى ان ممكن تكون في عنصر انت لغيته بس هو لسه واخد شويه من الذاكره، فهو بيصلحه. بس هو بياخد وقت على الفتح، واحنا الاجهزه بتاعتنا بطيئه، فيفضل مره في الشهر. طيب، هقول له كريت نيو لوكال بحيث ان يعمل لي لوكال على الجهاز بتاعي في الماي دوكمنت. تمام، الديتاتش بيعمل نسخه كوبي من الملف دوت منفصل عن الملف ده، بحيث ان لو عدلت فيها ما تعدلش هنا. دي بتبقى نسخه بكون مثلا عايز ابعتها للمالك او ابعتها للمقاول. هقول له اوبن. طيب، بيقول لي انت موجود قبل كده، انت في لوكال، خلي بالك ده اسم الملف وده اسم اللوكال اللي هو عمر سليم. تمام، طيب، عايز تعمل اوفر رايت، يعني عايز تكتب على الملف القديم ولا تعمل نسخة تانية، والنسخة الاولانية دي يبقى فيها تاريخ. يعني بمعنى ايه، ده اسم الملف اللوكال اللي موجود على الماي دوكمنت. لما هقول له اد تايم ستامب، النسخة القديمة هيحط جواها تاريخ. تمام، يعني هيسميها عمر سليم شرطة 2017. تمام، والجديدة هتبقى من غير تاريخ. تمام، فأنا أقول له يقبن، يعني خلي النسخة احتياطي. أقدر أنا مثلا وأنا شغال حاجة اتلغت وعايز أرجع للشغل القديم، فخلي فيه نسخة احتياطي. بس ده بياخد من المساحة بتاعة الجهاز، فمفيش مشكلة، يعني كل مثلا شهر أو شهرين ممكن تدخل تفضيهم. طيب، خلينا ندخل هنا على كولبريت. هلاقي عندي حاجة اسمها كومنيكتور، دي لو انت عايز تتصل مع الناس. تمام، ممكن تكون انت مثلا معاك زمايلك، فده بيعملك زي شات بحيث ان انت تقول مثلا ده انا لغيت الحاجة ديت، طب عايزين نتغدى النهاردة، طب ايه رأيك نلغي دي ولا ما نلغيهاش، ايه رأيك نعمل ملف وفلان. يعني ديت هيت بيبدأ يعمل ساين ان حسب اليوزر بتاعك، بحيث تشوف مين معاك اللي شغال في المشروع. تمام، تقدر تعمل كريت للمشروع، تبدأ تتصل بيهم وتبدأ تبعت لهم تقول لهم المشروع ده هنتأجل، المشروع ده هنشتغل فيه، المشروع ده هنعمل كذا، هنتغدى فيه النهاردة، بالشكل دوت.